قد ما نروحك حاتم احكي له على الوضع في ولايتنا. زبل فقط ولايتنا 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 العزيزة السياحية بالاسم سياحية سياحية. الوضع معناتها العام في جهة نابل. الوضع العام في جهة نابل. أول حاجة مرحبا بكم في دار الاتحاد الجوي للشغل بنابل. حاتم الرمضان كاتب عام الاتحاد الجوي للشغل بنابل. نحب نوصف الوضع اللي هو تقريبا جل المتداخلين فيه يعرفوه، لكن ميساج للتذكير. جهة كما جهة نابل بامتدادها الجغرافي وبالمقومات الثروة الموجودة فيها تستحق أكثر عناية وأكثر نظرة استراتيجية من طرف السلطة المركزية والجهوية وجميع المتدخلين في الشأن الجهوي بجهة نابل. جهة بعمقها الجغرافي بالطبيعة الموجودة فيها بما تتوفر عليه من مقومات النجاح، وجب النظر لهذه الجهة نظرة أخرى تعتمد توصيف الواقع، الوقوف على الهينات والإخلالات الموجودة في الجهة للبناء، بناء شامل، بناء لتنمية مستدامة في الجهة. جهة سياحية كما جهة نابل تعاني تقريبا من بنية تحتية بشهادة جميع الزوار بشهادة أبناء الجهة، تعاني التهديم أو التهديم الممنهج طيلة سنوات. نعرف عنا جهات في تونس تستحق العناية وجهات مهمشة وجهات وقع اتخاذ قرار بتمييزها إيجابيا. اليوم أبناء جهة نابل طالبين جهة نابل يقعوا تمييزها إيجابيا من طرف السلطة. لماذا؟ جهة كانت توفر تقريبا 30% من الدخل القومي الخام، جهة من فلاحية بالأساس كيف تقريبا فوق 30% من المنتوج الفلاحي كان يخرج من جهة نابل. اليوم فلاحة بجهة نابل يعانيون ممرين، سواء من مشاكل الأراضي توزيعها ومشاكل العقارية الموجود فيها، سواء من مشاكل الطرقات اللي تقريبا عندنا توا معضلة ولا معضلة تاريخية لمسيبة نسات هذايا اللي اون برانسيب في حسب ما نذكر هكا اوت 21 يكون الاشغال قد انتهت. ليومنا هذا الطريقه دي مازالت تمثل خطر على المواطنين وعلى رواد الطريقه دي. عديد الحوادث قاعده تصير، عديد الاخلالات قاعدين نلاحظوا فيها بسبب مشاكل عقاريه طارئه وبسبب مشاكل اخرى تتعلق بالتمويل العمومي وتتعلق بالاشغال في حد ذاتها. هذا ما يلزموش يتواصل بالطريقه دي. طريق كما هذه تساهم في انسيابيه حركه المرور وفي تكثيف خاصه الحركه السياحيه بالجهه. نعرف الشريط من نابل حتى القليبيه والهواريه في الموسم السياحي في الصيف تقريبا اكتظاظ مروري. كي نحب نحكي لهنا نحكي مثلا مدينه قربه المصطفين او الزوار او الناس اللي بيزوروا المناطق هذه ولا تهجرها بسبب الاختناق المروري فيها، بسبب الطرقات الموجوده فيها. كيف منزلت مين؟ كيف نابل المدينه؟ هذا يتطلب منا الاسراع في انهاء الاشغال ووضع خطه للنهوض بشبكه الطرقات بجهه نابل. شبكه الطرقات بجهه نابل تقريبا الولايه من باي وبين الولايات اللي كانت تتوفر فيها في زمن الاستعمار سكه حديديه من شمال الولاية إلى جنوبها إلى تونس العاصمة. من بين الأشياء يمكن نجمو نعاون بها السكان والمسافرين في تقريب المسافات. اليوم ما فماش نظرة للشيء هذا. الأسطول النقل بالشركة الجهوية للنقل بنابل أسطول متهالك. كي نحكي على الشركة الجهوية للنقل بنابل وما أدراكم الشركة الجهوية للنقل بنابل اللي اليوم في طور الاندثار وما فماش نظرة لإصلاحها أو إعادة هيكلتها، هذه من الأشياء الحارقة ونادينا بها مرارا وتكرارا، ولكن لحد الساعة ما فماش بداية الإصلاح. ما نعرفش علاش، ما نعرفش اللي شركة جهوية كما نقل بنابل للساعة دي مازالت تعاني في الصعوبات هذه، صعوبات مالية مادية تجهيزات لوجستيك موارد بشرية وغيرها من المشاكل. تحس كأن الأمور بفعل فعل،
ما نجمش نحكي على الشركة الجوية للنقل زادة دون تدعيم الأسطول النقل غير المنتظم، التاكسي الجماعي، التاكسي الفردي، اللواجات. صحيح عندنا كوتا مرصودة جهتنا بالمزادة الأمور ما تحرحلتش، ولكن المطلوب زادة على الأقل نوفر مواطن شغل للناس اللي تستنى. فما شكون توفر ما خداش الرخصة متاعه، فما شكون وصل 59 سنة ومازال ما خداش الرخصة متاعه. كيف كيف هالأسطول هذا يعاون شوية السكان والمسافرين في تقليل همومهم. اليوم اللي باش يهبط نابل الهوارية نابل تقريبا بنهارو، يعني للسفر باش يروح من الهوارية ويجي نابل ومن نابل يرجع الهوارية يلزمه يوم كامل. اليوم هذا من أيام العمل، من أيام راحته، هذا يتطلب جميع الجهود تتجمع باش نبقى حل الإشكال في منظومة النقل في جهة نابل. نحكي مع الصحة موجودة مشاكل المؤسسات الصحية التي لم تعد تفي بالغرض كتقريبا كل القطاعات. اليوم كي نحكي على المستشفى الجهوي من زتمين تقريبا ما عادش جهوي، كيف كيف مستشفى الطاهر المعموري اللي هو مستشفى جامعي تو الآن، ولكن الإمكانيات الموجودة فيه لا تفي بالغرض. والخيان أبناء الصحة يعني الأمرين بسبب نقص التجهيزات، نقص الموارد البشرية، نقص التمويل. الفارماسي في أغلب الأحيان ما نلقاوش فيها الأدوية اللازمة للمرضى. هذا حكينا فيه راه سابقا للأمانة، أنا واحد الناس كنت موجود حتى في وزارة الصحة تقريبا مدة 3 سنوات، وبسطنا جميع المشاغل اللي تعاني منها جهة نابل. لحد الآن ما زالت الخطى بطيئة وبطيئة جدا لا تفي بالغرض. كي نحكي على جهة نابل تقريبا 983 ألف ساكن بصورة مستمرة في الجهة، في الصيف يمكن نوصلوا حتى الكثمان كي قارنها بولاية سوسة تقريبا نفس الكونديسيون، ولكن مناش نفس المنشآت الخاصة بزوار نابل وبأهل الجهة أو بمرضاه. هذا زاد يتطلب نظرة شاملة للقطاع. مش نحكي على التربية، لا أنكر الأمانة هناك تطور من ناحية البنية التحتية لا يمكن أن ينكره أحد. هناك إصلاحات شاملة قاعدة تصير في بعض المدارس خاصة الابتدائية والمعاهد والإعداديات، موجود فما تطور ملحوظ وملحوظ بشكل واضح. هذا نشكر عليه تقريبا كل المتدخلين. من ناحية هذه تجهيزا وبناء تقريبا قاعدة الأمور ماشية في الاتجاه الإيجابي والإيجابي جدا لا يمكن أن ننكرهم. يبقى مشكلتنا في الموارد البشرية والانتداب وحل معضلة التعليم بصورة نهائية، والانكباب على الإصلاح التربوي الشامل الذي يوفر تعليما مجديا لأبناء شعبنا. هذا بالطبيعة ما هوش يتعلق بجهة نابل فقط، ولكن على المستوى الوطني جهة نابل عنا نقائص ككل الجهات. كنا نعاني نقص شديد في الإطار التربوي ولا زال ذلك، ولكن أقل حد السنوات الأخيرة. سنة الفارطة على ما أتذكر 502 انتداب من أصحاب الإجازة التطبيقية، ليس بالرقم الهائل ولكنه إلى حد ساعة لم يفي بالغرض. هناك ساعات إضافية يتم إسنادها إلى المربين، هناك بعض الأقسام زاد إلى حد الآن فيها اللي بحكم طوارئ العمل التربوي داخل المؤسسة، خروج بعض الزملاء وإحالتهم على شرف المهنة يترتب عليه نقص في الإطار. ما قناش بعض النواب في بعض المناطق النقاط السوداء خاصة الداخلية، كي نحكي أنا على الجبوزة في شركة الكلسة، نحكي على واد العبيد، ونحكي على ابن خيرة وغيره 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 في المناطق الداخلية بالجهة اللي فيها صعوبة للتنقل تقريبا تعاني كذلك من هذا النقص. إن شاء الله بتضافر جهود جميع الأطراف وخاصة الطرف الاجتماعي لوضع النقاط على الحروف، الجهة تأخذ حقها في المجال هذا والمجال التربوي وما أدرك من المجال التربوي. وإن شاء الله في قدم أيام نلقاو حلول جذرية لمعضلة التربية بجهة نابل وبتونس كلها. ما نجمش نحكي على جهة نابل وما نحكيش على المجال البيئي المربوط بالمجال السياحي. المجال البيئي كيف كيف ناقوز الخطر ده يضرب، الضوء الأحمر ده يشعل، عديد المصبات العشوائية قاعدة تهدد شواطئنا.
كي نحكي على شواطئ نادو نحكي على جهة تقريبا نصف تونس جهة الصيف، وهي منطقة سياحية بالأساس تستقطب عديد الزوار وخاصة من تونس العاصمة ومن المناطق الداخلية. ماذا بينا نظرة واضحة وشاملة للوضع البيئي وخاصة ما يتعلق بالمصبات في الأودية اللي قاعدة فيها بعض المواد الكيميائية قاعدة تتصب في البحر، وهذا يؤثر سواء على الشواطئ بحد ذاتها أو على المصطفين، هذا يلزمنا ننظر له نظرة جديدة. المجال السياحي كيف كيف جهة تقريبا غنية عن التعريف، راهو بوتنسيال موجود في جهة نابل من الناحية السياحية، مانيش نحكي على الحمامات ولا ياسمين الحمامات ولا نابل ولا قرب، راهو فما مناطق خلابة جدا، نحكي على قربص، نحكي على الهوارية، على قليبيا، على منزل تميم، منزل الحر، يعني شريط ساحلي ثري وثري جدا وجب الاستثمار فيه والابتعاد قدر الامكان عن البيروقراطيه الاداريه اللي تعطل الاستثمار في هذا المجال، اللي قادر باش يخلق مواطن شغل عديده لابناء الجهه وغير ابناء الجهه، تساهم في القضاء على البطاله الاخرى، معناتها نعاونوا في الوقت الصعيب هذايا ونعاونوا ابناء شعبنا باش يقاوموا مواطن شغل. هذا تقريبا اللي تعاني منه الجهه والمتفقين عليه الناس كل من الناحيه النقابيه. نحب نحكي شويه تقريبا العهده هذه قاعدين نخدموا كيف كيف، زاد فما بعض للأمانة فما بعض الصعوبات في المجال النقابي، قاعدين نقدموا في صورة ناصعة وناصعة جدا العمل النقابي والاتحاد بصورة عامة. هذا يطلب منا مجهود إضافي، يطلب منا مزيد التكوين والتأطير والوقوف إلى جانب الشغيلة في عمومهم، نعرف المناخ الاقتصادي سواء الداخلي ولا الاجتماعي الداخلي والاقتصادي العالمي باللي صاير معناتها الآن توازنات من توترات عالمية تأثر زادة في الاقتصاد التونسي، عن عديد المنشآت الصناعية معناتها مصدرة بالأساس باش تتمس، لكن كيف كيف أبناء القطاع في المجال الصناعي بشتى معناتها أنواعه لازم نحفظوا لهم كرامتهم ونحفظوا لهم حقوقهم اللي تحفظ كرامة التونسي، وراي الثورة التونسية قامت على كافة ركائز شغل حرية كرامة وطنية كرامة العامل من كرامة الشعب هذايا. على العموم إن شاء الله القادم أفضل للبلاد هذيا والتونس كله، إن شاء الله نلقاو الطريق الصحيح اللي يهزنا للتنمية الشاملة في كل الجهات في تونس. شكرا.